وننوه إلى حضراتكم هذا الخبر العاجل، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وأكد التعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بصورة يومية مع محافظي مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدا أننا نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح شمس الحكمة، حيث نوه محافظ مطروح إلى أنه تم اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي ومقترح المخطط التفصيلي لمنطقة شمس الحكمة. وفي هذا الإطار أشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل محافظة مطروح مديرية مساحة مطروح بهدف حصر المنازل التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى والتي تم تحديد مساحتها ب10,000 فدان واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أي مشكلة في حينه، حيث بدأت اللجنة في تنفيذ أعمالها، مضيفا أنه تم كذلك صدور قرار من المحافظ بتخصيص مساحة 10,000 متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، حيث تمت موافاة وزارة الإسكان وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بالقرار. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية، وأكد الإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة. وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة، والذي تم خلاله شرح الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة والتي تضم القطاع الأول بمساحة 2000 فدان، حيث تم تحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضي وجاري استكمال الأعمال. وخلال ذلك عرض وزير الإسكان صورا توضح الأعمال التنفيذية للمرحلة العاجلة من موقع العمل، كما عرض القطاع الثاني بمساحة 1800 فدان والمرحلة العاجلة منه بمساحة 300 فدان والقطاع الثالث بمساحة 1800 فدان والمرحلة العاجلة منه بمساحة 200 فدان. وتطرق الوزير لمشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، موضحا في سياق ذلك أنه تم التواصل مع المحافظة بخصوص توفير قطعة أرض داخل المنطقة، حيث تم تخصيص أرض المدرسة بمنطقة سوق التين بمساحة 10,000 متر مربع لإقامة المدرسة عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال الجسات والانتهاء منها وجاري إعداد التقرير. وفي الوقت نفسه تمت مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للإشراف على الأعمال وإرسال النموذج المعتمد.